يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط المعصية الصغيرة؟ هل الصغيرة فيها محرم ومكروه؟ كبيرة كما مر بكم تكرر إن ما رتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو نار، هذه كبيرة. أما ما نهي عنه ولم يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة فهذا محرم، صغيرة يعتبر من الصغائر. نعم.